معاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا معاذ، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله، كله كله تمام. كويس؟ اه كله تمام الحمد لله. قول لنا يا معاذ كده، يعني ايه فكره مبادره سيره القاهره؟ والله الحقيقه هي مبادره للمحافظه على الاثار اللي موجوده داخل القاهره، داخل العاصمه يعني. تمام. عشان كده حتى اسمها سيره القاهره نسبه الى كتاب ستانلي بول اللي هو مستشرق الانجليزي، اتكلم فيه عن تاريخ القاهره المعماري والتراثي والفكري. الحقيقة هي الهدف منها هو تنظيف والاهتمام بالآثار الموجودة في داخل العاصمة، لأن الحقيقة هي بتعاني كتير جدا، لأن مغالبها زي ما حضرتك عارف داخل المناطق الشعبية والمناطق المكتظة بالسكان. وبالتالي فنبدأ نشتغل على الأماكن دي على ثلاث أوجه أو على ثلاث محاور. الأول متعلق بالأثر نفسه، وهو إزالة العوالق وإزالة الأتربة وإزالة القمامة من الأثر، لأن احنا بنعاني الحقيقة من المشكلة دي. المحور الثاني هو استمرارية الحفاظ على الأثر نفسه والاهتمام به من خلال التنسيق مع رئاسة قطاع الآثار الإسلامية والتنسيق في القاهرة. تمام. من خلال إن احنا نبدأ مثلا نركب شبابيك للأثر نفسه، ونبدأ نحوطه بسور بحيث إن هو يمنع عنه القمامة بعد كده، أو يمنع عنه مسألة بتحافظوا عليه يعني. بالظبط. اهم حاجه الاستمراريه، فكره ان احنا مش هننظف ونسيبه. تمام. فبالتالي لازم نشتغل على مساله استمراريه الحفاظ على الاثر نفسه. المساله الثالثه وهي الاهم فيهم كلهم هي المشاركه المجتمعيه مع الاهالي حوالين المنطقه الاثريه، لان ده في الحقيقه بيبقى ليه عامل كبير جدا في مساله الحفاظ عليه. لازم الاهالي حوالين الاثر يحسوا ان الاثر ده جزء من تاريخهم وجزء من سيرتهم الشعبيه، عشان يبداوا يحافظوا عليه ويحسوا بيه. فهو بناء على ثلاث محاور دول احنا بنقدر نحافظ على الاثر بشكل كامل، يعني لا نخل باي محور من المحاور دي، بحيث ان احنا نقدر نستمر في الحفاظ عليه ونبدا ننظفه بشكل كويس بتاريخه يعني. عظيم جدا. طيب معاذ معلش هرجع معاك للمحور الاولاني خالص، اللي هو ان انتوا بتلاقوا الاثر والمفروض بيتم تنظيفه من الاتربه، وبتبتدوا بقى ايه يعني تتعرفوا عليه. طب هنا الاماكن دي المفروض هي معلومه، يعني الاماكن دي معروفه لدي وزاره الاثار، لدي المجلس الاعلى للاثار، يعني هي بتبقى يعني في النطاق الاثري اللي احنا عارفينه، ولا دي بيتم اكتشافها لاول مره منكم؟ والله يا فندم هي الفكره احنا بنشتغل على الاثار المسجله واحيانا غير مسجله بالمناسبه. تمام. بس هو الهدف الاساسي هو الاثار المسجله، والاثار المسجله هي الاكثر اهميه والاكثر الاكثر تاريخيا يعني. كويس. لان معظمها بتبقى اثر، فبالتالي بيعدي عليه 100 سنه فبتسجل كاثر. فهي احنا عندنا تقريبا حوالي عن 1000 اثر مسجلين في القاهره، فبنبدا نشتغل عليه. وليكن مثلا كمثال قبه محمد الحصوات اللي هي موجوده في قرفه الامام الشافعي. هي القبه تقريبا مساحتها صغيره جدا، فبالتالي ما عليهاش اهتمام ومفيش حد بيزورها، فبالتالي مليانه قمامه ومليانه اتربه وكلام من ده، فبالتالي بنبدا نشتغل عليه. هي الاثر مسجل. تمام. والاثر بالمناسبه يرجع الى العصر الفاطمي، يعني يمتد عمقه التاريخي لحوالي عن 900 سنه تقريبا. فهي المساله باثر مسجل وفي قمامه، بس هي الفكره في كده يعني. لكن الاثار غير مسجله برضو تعاني للاسف برضو من اهتمام، ولكن الحجه ان هي غير مسجله. يعني هي الفكره في كده، غير مسجله. يمكن دي احنا بنبدا نشتغل على الاولويات. يعني بالظبط. بنبدا نشتغل على الاولويات وهي الاثار المسجله. ان شاء الله في الفتره المقبله يعني نبدا نشتغل على الاثار غير المسجله، ونحاول بقدر الامكان برضو ان احنا نسعى مع وزاره الاثار ورئاسة قطاع الاثار الاسلاميه اللي احنا نسجلها، بحيث ان برضو يكون على الاهتمام الاكبر يعني. ان شاء الله. طيب قول لنا كده بعض الاماكن الاثريه الجديده اللي احنا ممكن ما بنسمعش عنها بشكل كبير. يعني دايما احنا عارفين الاماكن المعروفه بالنسبه لنا داخل القاهره وفي بعض المحافظات الاخرى عن الاثار المصريه بتاعتنا التاريخيه، سواء بقى كانت الفرعونيه الاسلاميه ايا كان، يعني بنتكلم عن حاجات معلومه لينا. ايه الحاجات الجديده اللي ممكن احنا نقولها دلوقتي على الهواء للناس وبرضو نسلط الضوء عليها؟ والله الحاجات الجديده اللي للاسف الناس ما تعرفهاش هي معظم المناطق او الاماكن الاثريه اللي في القرفه، سواء بقى قرفه الامام الشافعي، قبه الامام الشافعي طبعا، وحواليها القباب الاثريه والاحواش الاثريه برضو، سواء حوش علي مثلا علي بك الكبير، او حوش الباشا لاسره محمد علي كلها، او مثلا القباب الفاطميه المتعلقه بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم برضو في موجوده في قرفه الامام الشافعي. هنجد برضو في قرافة جلال الدين السيوطي موجود فيها برضو معظم الآثار المملوكية، وآثار مهمة جدا غنية بتاريخها وغنية بمستوياتها الأثرية.
عندنا برضو قرافة المماليك سواء الشمالية أو الشمالية والجنوبية اللي هي قرافة جلال الدين السيوطي. الشمالية اللي موجود فيها مجموعة السلطان قايتباي ومجموعة فرج ابن برقوق ومجموعة السلطان إنال وقرقماس وغيره. الأماكن دي مهمة جدا سواء تاريخيا أو معماريا لأنها غنية جدا ولها عمق كبير جدا في التاريخ المصري أو التاريخ الإسلامي. وللأسف ما عليهاش ضوء كبير من الناس لأنها طبعا زي ما حضرتك عارف القرفة وكلام من ده فهي معظمها مقابر وحواليها بالظبط. فالناس بتركز شوية على شارع المعز، الموضوع هادي ولطيف والسلطان حسن وغيره. لكن الأماكن دي أماكن مهمة جدا تاريخيا وأثريا ولكن للأسف تعاني يعني من قلة الزيارة. يمكن اهتمام الناس أكتر بالأماكن اللي تروح يعني تشوفها وتتبسط بيها وفي نفس الوقت برضه تقضي يوم يعني فاهم اللي بالنسبة لها في شيء مختلف يعني. حتى كمان يمكن مؤخرا من ضمن الحاجات بتاعتنا يمكن اللي تم تجديدها قصر البارون. بالظبط. يعني مين يصدق دلوقتي قصر البارون بالشكل وبالجمال الجميل ده؟ دلوقتي الناس بقت قاعده فيه يعني طول اليوم تروح تقضي يومها هناك في قصر البارون فاهم يعني. اقصد احنا بس مجرد بنسلط الضوء على شيء معين ونوضح للناس يعني اهميه الاثر ده او المكان التاريخي ده، انت على طول بتلاقي الشباب والناس من نفسها بتروح المكان ده، بس اهم حاجه يبقى العلمي بيه بشكل كبير وواضح. طب كلمنا كده برضه يا معاذ عن يعني دور بقى السوشيال ميديا معاك، التفاعل معاك عامل ازاي معاهم على السوشيال ميديا؟ لا الحقيقه الناس بتتجاوب معانا جدا في مساله سواء تنظيف الاثار او التوعيه من خلاله. يعني احنا كنا في الاول بنبدا نكتب بوستات عن او بنعمل احيانا فيديوهات عن الاماكن الاثريه دي اللي هي مهموره في القاهره ونبدا نعرف الناس بيها. تمام. كمهتمين واكاديميين اكاديميين في مجال الاثار يعني الحقيقه في تجاوب كبير جدا من الـ من الـ من الناس على السوشيال ميديا وده غير متوقع بالنسبه لي. الحقيقه الناس بتهتم بتاريخ جدا خاصه ان احنا تاريخنا شيق وثري، يعني تاريخ المصري تحديدا يعني هو اكثر تاريخ ثري وشيق في التاريخ الاسلامي كله. يعني في احداث كتير جدا في التاريخ المصري يعني متعلقه بحياه الناس ومتعلقه ب حياتهم ومعيشتهم، فالناس بتحس ان في تفاعل ما بينها وبين تاريخها خاصه ان احنا يعني ده تطور لتاريخنا. لما بحكي لك قصه تاريخيه انت بتحس ان في عمق تاريخي ما بينك وبين، في عمق ارث وتراث ما بينك وبين، بتحس ان انت امتداد للقصه دي وبتحس ان انت امتداد للتاريخ وانت جزء ومكون من اساسي من القصه دي، فبالتالي انت بتبدا تتجاوب معاه بشكل كبير جدا. الناس تجاوبت مع المسائل دي في الاول، وبالتالي بعد كده لما بدانا نشتغل على الاماكن الاثريه والحقيقه لقينا تجاوب كبير جدا جدا جدا. لما بدانا نشتغل على قبه محمد الحصواتي اللي هي موجوده في قرفه الامام الشافعي تجاوب كبير جدا ما بين الناس على السوشيال ميديا. كان الحقيقه غير متوقع وبسطنا جدا بالمساله دي، وده حفزنا ان احنا نبدا نشتغل ازيد وازيد في توعيه الناس باهميه الاثار ونبدا نشتغل عليها تاني. طب عظيم جدا.